الشاب محمد طلع من حوالي 17 يوم على المانيا، بيسلك طريق المانيا عن طريق غابات اليونان. فبالطريق تعب معه على الطريق بسبب الجهد اللي بذلوه بالجبال وبالغابات، ما قدر يتحمل، توفى الشاب. بعد تقريبا ثلاث ايام لقوا السلطات اليونانيه، اخذوه على المشفى، احتفظوا فيه بينما يجي حدا من اقاربه اللي برا يتعرفوا على الجثه. فنزل خاله وأصدقاء وأقرباء اللي هونيك تعرفوا عليه، وتم تأمين طريق من اليونان لتركيا. ولكن يعني واجهنا صعوبات شوي من قبل جهات السلطات اليونانية، يعني طول بحدود 12 يوم 13 يوم هو عندهم يعني بالبراد بالمشفى. يعني صراحة أرمناز خسرت شاب وردي من شباب أرمناز. يعني شاب محمد، اسأل أي شخص عنه بيقول لك مين هو محمد ياسر ما هيك.